معنا بصباحنا غير لليوم. ضمن الاستوديو الأستاذ غسان فطوم، عضو مكتب تنفيذي باتحاد الصحفيين ورئيس مكتب التأهيل والتدريب. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك، كل عام وأنت بخير وكل صحفي أكيد صباحكم خير ورمضان كريم. واسمحي لي بداية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافي أن أترحم على شهداء الإعلام السوري، وأذكر بالخصوص شهيدة الإخبارية زميلتنا يارا عباس، لأرواحهم الرحمة والسلام. يسعد صباحك عن جديد، وأكيد نحن منضم صوتنا لصوتك الرحمة لأرواح جميع الشهداء الإعلاميين، واليوم بقيت الرسالة حاضرة وبقي الهدف واضح، إيصال كلمة الحق إلى جميع أنحاء العالم وتوضيح الصورة اللي لطالما حاولت الدول أن تمحو وتشوه هذه الحقيقة. اليوم ما أهمية وجود هذا اليوم العالمي ورمزيته؟ بالتأكيد هو يوم مهم جدا. اسمحي لي بداية أن أشير إلى أن شعار الاحتفال بهذا العيد لهذا العام هو صحافة بلا خوف، صحافة بلا محاباة، أو صحافة بلا مجاملات. فمجرد النظر اليوم إلى هذا، إلى رمزية ودلالة هذا الشعار، يتضح لنا كم هو مهم دور الإعلام في المجتمع وفي مواجهة الصعاب في البحث عن الحقيقة. بالنسبة للاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، كما أسلفتم وكما ورد في التقرير، هو قرار صادر عن المنظمة العالمية اليونسكو، المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم، في تسعينيات القرن الماضي. طبعا له رمزية خاصة وله دلالات كثيرة، كما علمنا للتذكير بهؤلاء الشهداء الذين ضحوا بأغلى ما يملكون، ضحوا بأرواحهم من أجل الوصول إلى الحقيقة، تعرضوا للظلم، تعرضوا للخطف، تعرضوا للسجن في سبيل هذه الحقيقة. لذلك من الواجب علينا اليوم أن نتذكر هؤلاء، أن نترحم على أرواحهم، وأن نطالب في هذا اليوم بفك أسر من هم في السجن، بتحميل المسؤولية للجهات التي أذت هؤلاء الصحفيين. أيضا هذا اليوم هو مناسبة لتذكير الحكومات. اليوم نسمع كثيرا عن وعود من الحكومات بإعطاء المعلومة كما هي من مصدرها الحقيقي دون أي تعليب أو دون أي إشكال بهذا الخصوص. نذكر بهذا اليوم، نذكر هذه الحكومات أن تفي بهذه الوعود. اليوم حقيقة كمان أنا أعتبر هذا اليوم هو فرصة للتأمل. نحن كصحفيين كإعلاميين نعمل في مهنة خطيرة جدا، مهنة هي اسمها مهنة المتاعب، رغم أنها مهنة متعبة، وأصبحت للأسف يتعدى عليها ليس فقط من هم قائمون أو أصحاب القرار، بس أصبح يتعدى عليها من البعض. هناك الكثير من الناس يدخلون إلى هذه المهنة هم ليسوا بالأساس إعلاميين. لا نريد أن ندخل في تفاصيل هذا الموضوع، انما سنبقى نتحدث عن سمات ومعاني ودلالات هذا اليوم. طبعا كان مقرر ان يتم الاحتفال هذا العام بهولندا، ولكن تعلمون بسبب جائحه كورونا تم الغاء هذا الاحتفال بعد الاجراءات الاحترازيه التي اتخذتها منظمه الصحه العالميه بمنع التجمعات الكبيره، فتم تاجيل هذا او تم الغاء الاحتفال بهذا اليوم والاستعاضه عنه بمجموعه ندوات، ورشات عمل، لقاءات مع الصحفيين. وهذا اللقاء انا اعتبرهم احدى النشاطات اليوم في بالتذكير باهميه هذا اليوم. محور هذه النشاطات يدور حول ثلاث نقاط، هي حمايه العاملين في الاعلام، حمايه العاملين في الاعلام من كل ظلم يحدث لاي عامل في الاعلام سواء كان محررا ام حتى كان عاملا اداريا. ايضا التحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الجنسين، يعني الصحفيات والصحفيين. أحيانا في بعض المؤسسات تجدين تمييز أن الصحفي أفضل من الصحفية، لا، اليوم هذا الشعار أو هذا المنطق يجب ألا يسود، هناك مساواة، الصحفية مثل الصحفي. لذلك في هذا اليوم سيتم التركيز على تحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين الجنسين، الصحفي والصحفية. أيضا اليوم هناك دعوة للعمل على صحافة حرة مستقلة خالية من أي تأثير سياسي أو تجاري، يعني الصحافة كما هي تحقق مبادئ أو الأسس الحقيقية للإعلام التي هي الحرية، المسؤولية، والأمانة في نقل الحدث. نعم. يعني هذا باختصار فينا نحكي عن معانات ودلالات عفوا اليوم العالمي للحرية. طبعا كلنا أمل أن إعلامنا يتطور ويكون عند حسن الظن دائما.
نعم، يعني يمكن اليوم نحن عم نحيي هذا اليوم اللي هو بهم كل صحفي حقيقة بالعالم. بسوريا بلاقي الوضع مختلف تماما. خلال سنوات الحرب كانوا الصحفيين ما في أي تمييز بيناتهم، هو من اللي حكيت عنه كنا عم نشوف. أنا حكيت بشكل الشهيدة عام العزيز. تماما الشهيدة هي قبل طبعا. الشهيد يعني يارا كانت من أوائل شهداء الإعلام الوطني السوري. صح. الصحفي السوري بطبيعته يركض ويلهس وراء المعلومة من أجل إيصالها للجمهور، لذلك كان عندنا المراسلين الحربيين اللي كانوا رديف للجيش وموثقين لهذا الشيء. ولكن شفنا بالعالم دائما يمكن الدول العالمية اللي كانت تحكي عن حرية الصحافة هي أول دول سلبت الصحافة السورية أو الصحف أو خليني أقول الصحفيين بالدول العربية اللي خاضوا حروب خلال الفترات الماضية، فكان في استهداف للطواقم الصحفية خلال أداء مهماتهم مع استهداف الجيوش. خلينا نحكي عن اختلاف هاي المعايير العالمية. للأسف إمتى رح نشوف فيه فعلا تطبيق عالمي لهي الشعارات؟ نعم، هاي مشكلة الحقيقة عم نعاني منها الحقيقة، هي الازدواجية في المواقف. يعني أنت تقولين شيء وتفعلين العكس تماما. هذه مشكلة حقيقة موجودة الحقيقة بالإعلام فعلا. يعني من ينادون بحرية الصحافة بالديمقراطية هم أول من انتهكوا حرية الإعلاميين، هم أول من سلطوا بنادقهم وسلطوا مدافعهم على الإعلاميين السوريين الذين يبحثون عن الحقيقة لإظهارها للعالم. نحن إعلامنا السوري الحقيقة بتعرفي الحرب على سوريا ليس حرب فقط حرب ميدان، إنما هي حرب إعلامية الدرجة الأولى. جندوا كل وسائل الإعلام، كل إمبراطورياتهم الإعلامية من أجل التأثير على الرأي العام السوري والرأي العام العالمي. حاولوا تشويه الحقائق. في البداية كانوا يسرحون ويمرحون مستغلين، ما بنتخبى وراء اسمعنا، ضعف إمكانيات الإعلام السوري. ولكن الحمد لله صح إعلامنا تلقى صدمة، ولكن استطاع بسرعة أن يصحو من هذه الصدمة ويقف ندا قويا لهذه الإمبراطوريات الإعلامية. أنا أقولها بصراحة ووضوح، اليوم الإعلام السوري الحقيقة يعني استطاع أن ينتصر بالكلمة، استطاع أن ينتصر بالصورة ويقدم الحقيقة كما هي للعالم. اليوم نتيجة هذه الصورة، نتيجة هذه الحقيقة الواضحة من الميدان، الكثير من الدول غيرت مواقفها. الكثير من الدول التي كانت تأخذ نظرة عما يجري في سوريا أن الدولة ما بدي بين قوسين تقتل شعبها وأن كذا، الكثير من الممارسات. لكن عندما وضحت الصورة عن طريق الإعلام الحربي السوري الذي يوم يقدم نموذجا حقيقيا في الإعلام، حتى هذه الوسائل الإعلامية المغرضة أصبحت تأخذ صورتها وتأخذ خبرها عن الإعلام السوري. أنت ترين وأنا أرى الكثير من التقارير وكثير من الصور ممهورة بخدم أو بطابع الإعلام الحربي السوري. فبالتالي هم اعترفوا بأهمية هذا الإعلام، ما عاد عنده المجال أن يخبوا أو عنده المجال يحاولوا يفبركوا الصورة أو يعتمدوا على شاهد العيان بالرغم من طغيان وسائل التواصل الاجتماعي. لكن اليوم في حقيقة على الأرض، في إعلام وطني حقيقي عم يشتغل، عم يضحي. أنا صحفي عم ضحي بدمي، عم ضحي بروحي، عم اتحمل الكثير من الصعاب من أجل إظهار هذه الحقيقة، حقيقة ما يجري في بلدي. والحمد لله استطاع هذا الإعلام أن ينقل الصورة الحقيقية ويغير الكثير من المواقف. لذلك من مناسبة هذا اليوم نتقدم بالتحية لزملائنا الذين قدموا رسالتهم بكل مهنية وموضوعية وحقيقة كما هي منذ بداية الحرب وحتى الآن. نعم، يعني أستاذ من بداية الحرب لحتى اليوم الصحافة سواء وجميع الوسائل إن كانت مرئية مسموعة ومكتوبة وغيرها كلها كانت إيد واحدة بمواجهة يمكن الحرب على سوريا. اليوم مسؤولية الصحفي السوري قدم على مدى سنوات طويلة حتى روحه قدم الوقت والجهد والتعب والمخاطرة، اليوم شو هي المسؤولية لحتى يمكن مو بس نضل هون نتطور أكثر؟ طبعا بقاء الحال من المحال. يعني دائما الشيء في تغير وتطور، يعني انت لا تستطيعين ان تبقين كما انت وانا، فبالتالي التطور او التغيير هو السمة الثابتة في الحياة. اذا لاحظنا ورجعنا خلينا نحكي بس نعطي خلفية تاريخية الى دور الاعلام السوري ما قبل هذه الحرب، كان دور نمطي يتوقف على نقل المعلومة او نقل الخبر لمؤسسة لوزارة، نشاط ثقافي، نشاط سياسي، أي نشاط كان، هو كان دور روتيني. لكن بعد حوالي 10 سنوات حرب تغيرت طبيعة العمل الصحفي. أعطيك مثال قريب، وباء كورونا تغير أداء الإعلام السوري تماما، تغير، أصبح هناك أعباء أو مسؤولية جديدة يتحملها اليوم الإعلام السوري وهي التوعية. اليوم يلعب الإعلام السوري يلعب دور توعوي كبير جدا
في محاربة خطر هذا الفيروس، كما لعب الدور التنموي في محاربة سمو الإعلام المغرض الذي كان يحاول استلاب عقل المواطن السوري، كل المواطنين السوريين، والتأثير عليهم في سبيل تحقيق أهدافه المعينة. إذا تغير هذا الدور، انتقل من الدور النمطي إلى الدور الإبداعي، الدور المجتمعي. اليوم نحن صحافة مجتمع، صحافة مواطن، عم نمارس دورنا المجتمعي ومسؤوليتنا الإخلاقية تجاه هذا الوطن وتجاه الأخلاقيات المهني الصحفي. المهني الصحفي الذي يعمل بصدق ووفق قوانين وأنظمة الصحافة لا يستطيع أن يخل بدوره، فبالتالي بتحسيه هو مع هذا الدور يناضل، يضحي بروحه من أجل الوصول إلى هذه الحقيقة حتى لو كلفه الأمر التضحية بروحه. أكيد. فتغيرت هذه الأدوار في خدمة الواقع. وأتذكر كلمة لزميلنا السيد وزير الإعلام عندما قال في إحدى مقابلاته: الإعلام يعني إذا ما كان موجود بالمجتمع يعني وعبر عن حقيقة ما يجري في هذا المجتمع هو إعلام عقيم. فبالتالي وإعلامنا السوري لا يمكن أن يكون كذلك، إعلامنا دائما مقدمة، ونريد لهذا الإعلام أن يكون في المقدمة لينقل حقيقة ما يجري. صح هناك بعض الملاحظات التي توجه للإعلام السوري، ولكن من يعرف الإمكانيات التي يعمل بها هذا الإعلام، من يعرف الحرب الكونية سواء العسكرية أو حتى الاقتصادية أو حتى الإعلامية، يرفع القبعة لهذا الإعلام. أنا ابن هذا الإعلام وأنتم أبناء هذا الإعلام، نعاني ولدينا طموح ولدينا رغبة أن يكون إعلامنا مميزا، ولكن هناك ظروف، هناك وقائع، هناك صعوبات يجب أن نحتكم لها، وأملنا بالمستقبل أن نطور هذا الإعلام وأن يكون إعلاما، إعلام مواطن حقيقي يقدم نبض الشارع بسلبياته وإيجابياته. نعم أستاذ غسان، يعني كمان العمل الإعلامي، لحتى الإعلامي يعمل، هو بحاجة كمان لدعم له. يعني وزارة الإعلام بتعمل بالتوازي ويمكن تتحمل العبء الأكبر عن اتحاد الصحفيين. خلينا نحكي اليوم عن دوركم كاتحاد صحفيين بتأمين حرية الإعلامي، بتعليمه أو حتى أعطائه معلومات عن كيفية ممارسة هي الحرية بشكل ما يخل أيضا بالقوانين، يحمي نفسه كيف يحمي نفسه. نعم. لما يدخل بأي قصة، حدوده. نعم. شو الحدود المسموح للصحفي يدخل فيها بأي أكيد موضوع. أكيد. وبنفس الوقت كيف بتساعده طبعا وزارة الإعلام لتأمين الصحفي حريته وحمايته. طبعا طالما الشيء بشيء يذكر، نحن في اتحاد الصحفي بصدد تشكيل لجنة للحريات الصحفية. طبعا مهمة هذه اللجنة هي الدفاع عن الصحفي، الدفاع عن الحريات الصحفية، الدفاع عن حق الصحفي في الحصول على المعلومة ليكتب عما يشاهده من مظاهر فساد، خلل موجود بهذه المؤسسة أو تلك. وأستطيع القول أننا خلال مقابلتين مع السيد رئيس مجلس الوزراء كان المطلب الأساسي، كان نحن كمكتب تنفيذي، كان المطلب الأساسي هو الحصول على المعلومة الحقيقية من مصدرها دون أي تعليب. هذا حق للصحفي، وكما قال سيادة الرئيس بشار الأسد، الصحفي الإعلام اليوم هو أداة حقيقية وأداة أولية وأساسية في الكشف عن خفايا الفساد. فبالتالي أنا لا أستطيع أن أكشف عن خفايا الفساد، أيا كان فساد إداري، فساد مالي، فساد أيا كان نوع هذا الفساد، إذا لم يكن لدي المعلومة الحقيقة. فنحن نأمل في الحقيقة من الحكومة أن تساعدنا في الحصول على هذه المعلومة دون أي تعليم. هذا هو الأساس في تطوير الإعلام السوري وتقديم الرسالة الإعلامية التي يطمح لها المواطن السوري. هناك نظرية في الإعلام تقول حتى تكسب، حتى أنا كصاحب رسالة إعلامية، حتى أكسب جمهوري يجب أن أحقق شيئين: ما يحتاج هذا المواطن وماذا يريد. ماذا يحتاج المواطن؟ يحتاج الحقيقة. ماذا يريد؟ يريد أن يرى همه، يريد أن يرى فرحه على هذه الشاشة الوطنية في هذا الإعلام المطبوع أو حتى في المواقع الإلكترونية. عندما تتحقق هاتان النظريتان أنا أستطيع أن أقول أن الإعلام الوطني بخير. لذلك نحن في اتحاد الصحفيين مع وزارة الإعلام نسعى لتطوير الإعلام السوري ونقله من حالته النمطية إلى حالته الإبداعية. واليوم هناك لجنة لتعديل قانون الإعلام، ولدينا قانون خاص باتحاد الصحفيين. بمجمل هذه التعديلات إن شاء الله ستظهر قريبا، ستكون في صالح المنظومة الإعلامية السورية، في صالح الإعلام السوري، لأننا فعلا بحاجة إلى إعلام وطني حقيقي في ظل هذه المنظومة العالمية التي استباحت كل شيء اليوم. فبالتالي نحن حتى نقطع الطريق على هذا الإعلام المضلل يجب أن يكون إعلامنا هو مرآة حقيقية لنبض الشارع السوري، وهذا ما نسعى إليه. ولا أعتقد أن الأمر فيه صعوبة، بالعكس لدينا طواقم
لدينا طواقم إعلامية وكوادر قادرة أن تصنع هذا الإعلام نعم. الذي نتمناه ونريده نعم. أكيد يعطيك ألف عافية أستاذ غسان، وتحيتنا أكيد لجميع الزملاء الصحفيين ولجميع كوادر الإعلام. تعبوا ولسه التعب موجود أكيد. والنتائج كمان موجودة على أرض الواقع. أكيد نحن باتحاد الصحفيين عملنا بيان توجهنا فيه بالشكر لزملائنا الإعلاميين الذين تصدوا بقوة لفيروس كورونا كما تصدوا سابقا للتضليل نعم. الإعلامي. فبمناسبة هذا اليوم كل عام وهن بخير، وأنا دائما قل نعمله حسب مقولة في الأفق دائما هناك أشياء جميلة أكيد. بالإرادة بالإدارة نستطيع أن نحقق ما نريده سواء في الإعلام أو في أي مجال آخر. وشكرا كثير لأستضافتك والإضاءة على هذا اليوم المهم، يوم عيد حرية الصحافة. شكرا لك، شكرا لوجودك، وكل عام وأنت بخير.